سعيدين بحتى هذه المحطة الإعلامية من داخل محلية جريدة اللي تابعة لولاية جنوب دارفور، بتقع حوالي 80 كيلومتر جنوب هادرة الولاية نيالا. محلية جريدة هذه المحلية الواحدة تعرضت لكثير من الإشكالات وتعرضت لكثير من الصراعات، فقدنا عدد من الشهداء في هذه المحلية منذ عام 2003 2004 وإلى حتى هذه اللحظة، وهنالك اعتداءات تمت في الأحياء المجاورة كما تشاهدون الآن في حي الرحمن وفي حي الشاطي وكذلك في حي السلام، اعتداءات من قبل مجموعات، قتل حوالي 15 شخص في يوم واحد في العام الماضي، وقبلها في عام 2007 8 و9 و10 في كل الاعوام التي مضت هنالك صراعات كثيره جدا في هذه المحليه، اعتداءات من مجموعات، ونحن السبب الرئيسي بنقول ان الحكومه لم تولي الاهتمام لهذه المحليه. نتجد ان هذه الاشكالات قتل، تشريد، عدد من الناس نزحوا من هذه المحليه، عدد كبير من القرى حول محلية جريدة نزحت. الآن الأهل يسكنون في معسكرات جريدة اللي بتكون من 17 معسكر، على سبيل المثال للحصري معسكرات فوريكا، دونك أبيات، معسكر أم أسل، معسكر الدقمة، 17 معسكر الأهل الآن يسكنون في هذه المعسكرات، لأن حوالي جريدة 1 كيلومتر 2 كيلومتر الآن أصبحت غير آمنة. لكن بعد ذلك حصلت هنالك مؤتمرات للصلح في عام 2018، أول مؤتمر أخذت في محلية تيمبسكو، مؤتمر للصلح جمعت كافة القبائل المجاورة وكافة القبائل اللي بتسكن محلية جريدة أكثر من 98 قبيلة، جلسوا في بوتقة واحدة وكتبوا المخرجات لهذا المؤتمر، ولكن للأسف الشديد أيضا لم تجد التنفيذ من قبل الحكومة. بعد ذلك أخذت أيضا مؤتمر للصلح في محلية النديف التي تتبع لمحلية برام جنوبا حوالي 20 كيلومتر، أيضا أخذت مؤتمر حضروا كل القبائل المتجاورة في محلية جريدة، في محلية برام، في محلية تولوس، ولكن للأسف الشديد أيضا مخرجات جميلة كتبت ولكن لم تجد طريقة في التنفيذ. هنالك مؤتمر أيضا للصلح في نيالا عام 2020 ومؤتمر في بليل عام 2019، كل هذه المؤتمرات نتائجها طيبة ولكن لم تنعكس إيجابا للمواطن. بالأمس القريب أيضا هنالك قتل وتشريد ونزوح وهنالك الأرامل، بالإضافة لذلك هنالك مشاكل كثيرة جدا فيما يتعلق بالحرائق داخل هذه المحلية، حرائق كثيرة جدا في العام الماضي 1225 منزل في معسكرات محلية جريدة، معسكر دار السلام حرقت تماما، وفي هذا العام أيضا 20 منزل في معسكر دونك أبيض و15 في معسكر دار السلام. كان جانا هجوم بقبل جنجويد، وطبعا يعني نزحنا ورجعنا في نفس السنة في 2014، و2014 طبعا جاء نزول مرة ثانية، وطبعا جاء ونزح منطقة باكمالها، معناه منطقة زول كده تيليا ما في، منطقة زول كده تيليا ما في، كل الناس نزحت ولا فرد واحد ما نزل، حتى القيادة وبتاع المهم موترين زول كده تيليا ما في، نزحنا مشينا وادين مشوا معسكرات وادين مشوا حتى بقول له قريب هنا بقول له اسمه ساني دليب، منطقة بقول له ساني دليبه، ونفس السنة كمان في عدد بسيط راجع نفس 2014 2015، وطبعا نزوده والله يعني تعانينا عانينا كثير شديد، والناس اللي مشوا معسكرات ده مشينا في معسكرات والله يعني لقينا معانا شديد، إلى ما رجعنا في 2014 2015 نزوه عودة طوعية، جينا عودة طوعية في المنطقة منطقة دونك دريسة، لكن لقينا معنا تاني أنا بتانا والله فقدنا طبعا في 2014 15 طبعا فقدنا حاجاتنا كلها، لكن بعد ما رجعنا جينا زادوا كان حاجاتنا عندنا كلها اتفقدت، في ناس في ناس ماتوا وفي ناس فقد حاجاته حاجاته اللي عنده ممتلكات، وانا نفسي ذاته كان عندي اكثر من 150 بقره او 160 بقره كان اتفقدت، كان جنجة شالو. الآن رجعنا 2015 جينا في المنطقة، ولكن بعد ما جينا ذا لقينا معاناة شديد من قبل المتفلتين، بيجوا معناه وبيجوا يتعدوا على مواطنين أزل
وثاني في تلقى بقوله تلقى مبكر معناه من بداية محصول معناه في 2000 وفي بداية خريف معناه شهر 10 ناس بيجي بتعدوا على الناس ومواطنين المهم حياته كلها اتفقدت شهر 10 تيجي تقلى فوله ولا تحصد محصولك جماعة بيجي بحاين بيجي بتقشوا ليه وثاني ثاني ما تقول عندك حاجة ثاني يعني تفقد حاجة ما عندك وتقش معنا يعني سوى التغذية المهم أطفالنا تيبوا بسوى التغذية وبتاع عشان محصول بيجي هنا ومع جيراننا برضو كويسين يعني هنا بقوله أكثر من دوامبان هتا يعني 5-7 كيلو ولا 8 كيلو في دوامبان وبيجي أبو جابرة وبيجي خريقة وبيجي ثاني دليبة والله مع جيراننا كويسين وكده أبو أجورة يعني رئاسة محلية بتاعنا لكن والله يعني شغله بيجي صعب شديد لكن انا دايرين مساعده من قبل الحكومه وقبل المنظمات عشان يعينون المواطن الأزل ديل معناه يجوا يعملوا المساعده وطبعا دايرين مساعده من جامعات كتير من المدارس من المستشفى المويه المويه ده بير ده كده فوقه اكثر من 18000 نسمه يعني بير كلها عندنا بير واحد بشغالين فوقه بير واحد ده والله يعني منطقة تيبة شديد كان قبل يومين كان بير ده كان اتعطلت بير زار واحد زار ما في جماعة برضو لأكثر من 4 كيلو 4 ساعات ولا أو 5 ساعات يردوا يمشوا يجيبوا الموية لكن الآن هسا الآن والله يعني أنا دايرين مساعدة من هنا ده دايرين بير إضافي دايرين مدرسة برضو يصلوا لنا ودايرين إخازة أي ما عندنا محلات عشان نقنم رجعنا جينا قاعدين بس ودونا ثاني دليبه هناك ما بنقدر نقول قبلنا جينا اهو في منطقتنا بعد جينا نستغرب انه هيشوا حبه حبه في طرف الحله المال ما بقلونا يا هو لهدي شويه شويه قاعدين جينا المدارسنا فتحوا لنا كمان ما عندنا استتاء عشان نقروا العيال ما عندنا استتاء الحبه حبه قلنا يساعدونا من جانب الحكومه عشان نقروا عيالنا ما بنقدروا تحمل لنا الشيء المدارس والمويه والمستشفيات اي بس يا عيالنا ده قاري واحد ما عندك استطاعة عشان تقري الجنة بعد جولتنا في مدينة قريضة شفنا أحوال الناس والنازحين في معسكرات النازحين كان لابد أن ننقل إفادات مواطني منطقة قريضة إلى القيادة والإدارة الأهلية في المنطقة وطبعا زي ما كلنا عارفين أنه الإدارة الأهلية عندها سطوة كبيرة والنفوذ في دارفور وبعض أقاليم السودان ما زالت محتفظة بسطوتها الاجتماعية نحن في ضيافة فخامة ملك قريضة الملك يعقوب محمد يعقوب أهلا وسهلا فخامة الملك الله يسلمك الأستاذ عشان أوشي أول حاجة إحنا نرحب بك في قريضة والتيم المعاكي في قناة البلد ونقول لكم هللتم أهلا ونزلتم سهلا وقريضة ترحب بكم وألف مرحب بكم إحنا أول حاجة بنشكركم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وتوفرت لنا كل المعلومات اللي احتجناها وعلى تعاونكم الكبير معنا كده أول حاجة حكي لنا فخامة الملك عن الحاجة اللي قدامنا دجنا ده الدنجر يمكن إحنا في إدارة المساليد شعارنا اللي بيميزنا هو الدنجر وهذا الدنجر اللي هو عبارة عن ولا ده الدنجر الكبيره الكبيره دي الدنجر هذا الكبير ده عباره عن دنجر عاده بتكون يا من الخشب او الحديد ويجلد بالجلد وجلد البقر في الغالب وبالضرب في حالتين في حاله السلم والحرب ودائما ابدا لما تكون في مناسبات كبيره ومطلوب دعوة الناس بتم الضرب على الدنجر دي بنغمة معينة نغمة بتاعت الحرب معروفة ونغمة بتاعت السلم معروفة وده بيخلي الناس يجوا في كامل استعدادهم وجاهزيتهم وهي كانت الوسيلة المتاحة لإعلام الناس بما تريد الإدارة قبل التلفونات والموبايلات والحاجات دي نعم قبل والسوشيال ميديا والفيسبوك اكزاكتلي لكن ما زال يعني هي شعار وليها وقع وليها مكانته لا من يتدقى يزول بطلع من بيته بيكون جاهز خاصة النغمة بتاعت الحرب أسهل حد هسه بتستخدموه في الإعلام عن الحرب إذا في نزاع قبري أو أي هجوم على أي غرية من غرى المساليد نعم
نعم، الناس إذا احتاجت بالذات في حالة أي خطر يعني حصل والناس دارين استنفار بأعجل ما يكون، بيتم استخراجه والناس بيأمروا بضربه، وفي ناس متخصصين محددين هم اللي بيقوموا بضربه. وده دخن ولا ذرة؟ نعم ده دخن. دخن ده اسمه جنجر الدخن. احنا هنا بنسميه ماريك اللي هو في الوسط يطلق عليه العيش او الذرة. الذرة الذرة الرفيعة. نعم. يعني هو ده بيرمز لشنو؟ يعني للخصبة والحياة عندكم، ولا دي الحاجة اللي انتم بتزرعوها هنا؟ الان الشجر الجنبي دي هي دي انتاجه، يعني دي بدل على انه الارض خصبة والارض منتجة وثماره ما شاء الله يعني حاجة كبيرة خالص وحاجة كبيرة. ممكن تتكلم لنا عن منطقة قريضة؟ تحكي لنا انه المنطقة دي تأسست 200، المجموعات السكانية اللي مقيمة هنا وحياة الناس في سابق العهود قبل الحرب كانت كيف؟ طيب قريضة هي كبيرة قديمة منذ القدم، من 1311 ميلادية هي موجودة وتنقلت هي قريضة. يمكن العاصمة قبلها كانت في كوبي، قبل قريضة دي كوبي اللي هي الآن زي 27 كيلومتر. قبل كوبي كان في منطقة اسمها جوغانا صبركين، هي الشمال الغربي من قريضة، وكان وفق الظروف بتاعت المياه هي اللي بتجبر الناس على التنقل لكن هي منطقة قديمة لها أكثر من 700 عام، هي موجودة ومستقرة كمملكة لقبيلة المساليب، وإلى أن جاءت حتى آخر السلطنات سلطنة علي دينار، هي كانت جزء من سلطنة دارفور. كانت جزء من سلطنة دارفور، وده الفرق بينه وبين سلطنة دار مساليد في ولاية غرب دارفور. إحنا ما كنا جزء منه، إحنا جزء من سلطنة دارفور. نعم. المنطقة دي شهدت عدد كبير جدا، يعني هي واحدة من المناطق ضرورا من الحرب الأهلية اللي كانت في دارفور. على حسب المعلومات اللي عرفناها إن هي كانت واحدة من الأراضي اللي بتسيطر عليها واحدة من قوى الكفاح المسلح وقتها. أهل المنطقة عاشوا في المنطقة دي في ظروف بتاعت معاناة صعبة جدا في الفترة دي. كده احكي لنا عن الفترة دي في حياة قريضة يعني. طبعا أول حاجة يمكن أنا أختلف معك في تصنيف المسألة، هي ليست صراعات قبلية، إنما مشكلة السودان في دارفور اللي دارت بين الحكومة والحركات المسلحة، خاصة حركة جيش تحرير السودان بقيادة مندي مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة المرحوم الدكتور جبريل، هم أكثر حركتين كانوا موجودين في قريضة. ويمكن المعالجة الخاطئة اللي تمت من الحكومة السابقة لمواجهة الحركات المسلحة استنفرت بعض القبائل، ويمكن قريضة على تحديدا محاطة بأكثر من 8 من القبائل بكل الاتجاهات، وبالتالي في بعضا من هذه القبائل عندها أطماع في أرض المساليد وفي مال المساليد وكذا، ويمكن الآلة العسكرية اللي كان مفترض توجه لهذه الحركات لم توجه لهذه الحركات، إنما وجهت لأهلنا في قرام وفي زراعتهم وكذا، وأدى لنزوح حوالي 371 قرية في إطار محلية قريضة، وأصبحوا يشكلون 17 معسكر كبير، يمكن أنتوا زرتوه وشفتوه، بالإضافة لمعسكرين جونا من ولاية شرق دارفور من مناطق محلية ياسين وشعيرية. يمكن الوضع ده أدى لأنه الناس يكونوا موجودين حوالي 18 عام في المعسكرات، وبالتالي كان يعني هي منطقة معروفة زراعية خصبة يتنوع فيه المحاصيل، إذا كانت محاصيل نقدية أو محاصيل غذائية زي الدخن والذرة، محاصيل نقدية زي الفول والسمسم. هي منطقة زراعية والسكان أغلبهم من المزارعين بالدرجة الأولى، ومنطقة رعوية كذلك، يعني هي من المناطق اللي فيها أشجار ومنطقة رعوية بالدرجة الأولى، وحتى أهلنا كانوا يعني المزارع بيمتلك ماشية وبيشتغل في الاتجاهين يعني. بالإضافة لأنها هي منطقة تجارية، لأنه هي سرة البلد زي ما بيقولوا، بترتبط كل الطرق المارة من الشمال للشرق لكده على مستوى الولاية بتعبر بقريضة. نعم. قبل ما ننتقل لمسألة النزاعات القبلية، عندي سؤال يعني محيرني. نعم. هو سؤال شخصي، أنا لاحظت أنه في شجر بتاع قريضة
كثير في المنطقة، هل جريدة دي تسمت على شجرة الجردة ولا سموها على شنو؟ نعم، واحدة من الأسماء هي كانت حلة صغيرونة، جريدة دي كانت حلة صغيرونة لغاية جريدة يعني جردة أي يعني جاي من هنا. والعاصمة الجردة. أصلا كانت كوبة، كوبة دي بتبعد من هنا زي ما قلت لك حوالي 28 كيلومتر للناحية الجنوبية، كان هي المركز، هي مركز غرب البقارة، يعني كانت المراكز في دارفور، في مركز نيالا، مركز كوبي اللي هو جريدة دي ذاتها، مركز غرب البقارة، كان برام، الدلفرسان، كل المناطق دي كانت تورد ضرائب في زمن الإنجليز في كوبي، هي كانت مركز. حتى مدارسنا دي مدرسة قديمة تم افتتاحه في كوبا، الأهل يمكن عشان يحاربوا المستعمر معروف السحيني برضو كان هو موجود في منطقة الجمر في كتيلة، لمن بدأ دعوته ويأسس جيش عشان ما يحارب الإنجليز طرد من هناك أنه أمشي لأهلك، وفعلا جاء دخل على أهل المساليد وبدأ يكون خلايا ومشى هاجم مركز نيالا وقتله مستر ميكلينج اللي هو القائد العسكري بتاع النايف، وبعده الخواجات يعني بيجوا تركيزهم وجهدهم وتعامل صعب مع الأهل، فاضطروا الناس أنه يعني يدخلوا الخلاوي ويسأل الله سبحانه وتعالى حسب ما احنا تواترت لنا من معلومات انه يقلل كمية الموية ويسوحوا الموية وكده، وبالتالي اضطروا الخواجات انه ينقلوا المركز من كوبي لبرام الحالية. نعم، لاحظنا برضو فخامة الملك انه جريدة بتمتاز بانه هي فيها متوفرة فيها الموية على عكس باقي مناطق دارفور اللي زرناها وكمان موية عذبة وطعمها حلو. هي طبعا البحيرة الجوفية الممتدة من بارا لغاية غرب أفريقيا بتمر بجريدة، وجريدة هي يمكن أقل المناطق عمقا حوالي 1200 قدم عمق المياه، بالتالي فيها مياه جوفية كثيرة خالص وتقدر بملايين الأمتار المكعبة دي موجودة في باطن جريدة، عشان كده حتى مشكلة مدينة نيالا حتحل مشكلة مياه من جريدة. نعم، لاحظنا برضو فخامة الملك انه في نزوح جديد لما في جولتنا في معسكرات النازحين انه في حالات بتاعت نزوح جديد بسبب النزاع القبلي، انتوا كيف قادرين يعني؟ وبعدين في حاجة مهمة جدا لاحظنا، لا انه في اكبر معسكر للنازحين في دارفور هو موجود في منطقة جريدة دي، حتى هو اكبر من معسكر كلمة الاكثر شهرة يعني في الاعلام وكده، فيه 17 معسكر او مخيم بيضم 17 معسكر بالاضافه للسكان اللي هم اصلا من سكان منطقه جريده. كيف قادرين تديروا يعني كيف قادرين تديروا التنوع ده في المنطقه؟ والله شوف، التنوع ده ما احنا بنديره وفق اعرافنا وتقاليدنا ووفق التسامح بتاعنا، يعني احنا ظلينا في فتره من فترات ما عندنا وجود بتاع الدوله، احنا كنا خاضعين تحت سيطره حركه جيش تحرير السودان، بالتالي ما في حكومه، فقط كل المسائل دي تفعيل، يعني نحن فعلنا شكلت أنا محاكم يوم من الأيام محاكم عرفية عشان ما تفصل بالقضايا بين الناس والنزاعات بين الناس وتحسم، يعني لأنه في نهاية المطاف لابد من أنه استعمال العرف في الحالة دي. وبرضو إحنا بنشكر يعني مواطنينا كلهم يعني على مستوى القيادات الوسيطة العمد والمشايخ وحتى المواطن، يعني هو ما زال يدين بالولاء لأرضه لوطنه لبلده لقيادته، وبالتالي بيسهل من مهمة الإدارة الأهلية في قيادة الأهل. ولكن كتجربة أنا أفتكر أنه ليه برضو المعسكر ده ما تم تسليط الضوء عليه، لأنه أصلا المعسكر ده واقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، وبالتالي يعني كان حجب عنه كثير من الإعلام وكده، خاصة الإعلام الداخلي، يعني حتى لو على مستوى الإعلام الخارجي على مستوى كده المعسكر معروف ومعاناة الناس معروف وكده، لكن الإعلام الداخلي ما كان قادر إنه يدخل أو ما راغب إنه يدخل. نعم، في الفترة الأخيرة طبعا زي ما أنت عارف إنه كان في خطاب معادي للإدارة الأهلية ولدور المجتمع اللي قاعد تقوم به في المناطق دي، ده أضعف دور الإدارة الأهلية أو أضعف سطوتها الاجتماعية قليلا، يعني هل ما زال الناس بيحتكموا للناظر والملك والشيخ القبيلة؟
نعم، أنا أفتكر أنه ما زال الناس بيحتكموا للإدارة الأهلية. صحيح الإدارة الأهلية أضعفت لأنها ببساطة سويست في أحد الإنغاز، يعني سويست الإدارة الأهلية، يعني ما أنت تكون جزء من الحزب ولا أن تنفذ الأجندة بتاعت الحزب حتى تكون، أو يخلق لك أجسام مضادة. برضو تم خلق أجسام سموهم أمراء حرب، وهم ديل يعني بيبقوا عندهم السطوة وعندهم الكده. الإداري الأهلي تقريبا يعني جرد من كثير من الحاجات من السلطة، خلق له أجسام موازية، هو ذاته سويس، وبالتالي ده البضعف الإدارة الأهلية والعطفة الإدارة الأهلية، لكن يظل الإدارة الأهلية هي يعني صمام أمان. نعم نعم، برضو لاحظنا انه شكاوى المواطنين خصوصا في معسكرات النازحين من انعدام الخدمات الأساسية، يعني زي الخدمة العلاجية والتعليم وكده، في ضعف في تقديم الخدمة دي. والله شوف، اول حاجة هذه الخدمة يفترض انه تقدمه الدولة، في فترة من فترات الدولة دي غايبة، الدولة المحلية عشان تقدمه يفترض انه النازل ذاتهم يشتغلوا وينتجوا، وبيبقى الحكومه المحليه عندها ايرادات عندها حاجات تقدر توظفه للتنميه المحليه. برضو انسحاب المنظمات وطرد المنظمات في فتره من الفترات في اخر ايام البشير دي اثرت في مجمل الاداء. الان يمكن في حوالي 60 وحده صحيه سلمت لوزارة الصحة، وزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور لا تستطيع أنها تدير الـ أصلاً عندها هي في يدها، ناهيك من الستين مركز صحي بتاعت اللي كان بيديروا المنظمات واللي بيقدم له الخدمات المنظمات، الآن قالت وسلمت لها. فإحنا بنفتكر أنه محتاجين لكثير من إعادة الصياغة في تقديم هذه الخدمات. برضو المعسكرات يعني الوضع الموجود فيها ذاته والبيئة ذاتها هي مشجعة لتقديم الخدمات. نعم نعم، يعني طيب المواطنين ديل بيتكلموا عن انهم هم عايزين يرجعوا لمناطقهم الأصلية، لكن بيعانوا من مشكلة واحدة. المشكلة دي انا سمعتها في كل دارفور، في كل المناطق اللي انا زرتها، اللي هي مشكلة الانفلات الأمني. هو الانفلات الأمني ده لانه ما في هيبة الدولة، الدولة ما قادرة تبسط هيبتها وما قادرة توفر العدالة. يعني الدولة ما قد تبسط هيبتها، المواطنين شايلين سلاح. يعني أبسط حاجة الدولة عليها إن تنزع السلاح من المواطنين، عليها إن تفعل دور العدالة، تفعل المحاكم في محاكمة المجرمين. دي إذا تمت أي زول بريء منطقته يعني. نعم، رسالتك اللي بتوجهها لشعبك شنو؟ وللدولة برضو؟ احنا يمكن رسالتنا اللي بنوجهه لاهلنا انه انتوا عانيتوا وصبرتوا وابتليتوا، عليكم انه الان تصبروا، وصحيح من حقكم انه تطالبوا وتعكسوا ظلامتكم وتطالبوا بانه تعودوا لمناطقكم وتباشروا حياتكم. احنا رسالتنا للدوله انه والله احنا دايرين بسط الامن وتوفير العداله، بسط هيبة الدولة وتوفير العدالة. نمرة واحد، بسط هيبة الدولة ده جمع السلاح من كافة المواطنين، جمع السلاح من كافة المواطنين، إجراء الترتيبات الأمنية الفعلية بأسرع ما يكون مع حركات الكفاح المسلح، الكفاح المسلح، التمكين المواطنين ديل من العودة لقرى ببسط هيبة الدولة. الدولة تلتفت للمواطن دي المزارع، يعني يجب انه تربته دي يحصل لها صيانه، البذور والتقاوي دي يحصل لها اكسار ويحصل لها تحسين بتاعت بذور عشان حتى يرجع الانتاج زي زمان. يعني حتى الان في خلل في الانتاج والانتاجيه نفسه، فالدوله محتاج. برضو انا افتكر انه عشان الناس بيتكلموا عن النزاعات بين الرعاه والمزارعين في فترات الرشاش اللي هو بدايه الخريف وفي فتره الحصاد، لانه الان المشكله انه النازحين ديل نزحوا من قرام ومن زراعتهم وما قادرين يرجعوا لقرام وزراعتهم، بالتالي اضطروا يزرعوا قريب من المدن،
وبيزرعوا ده معناه بيزرعوا في المرحال، بيزرعوا في الصينية، بيزرعوا في المشرب بتاع الموية اللي بورد فيه الراعي، والراعي معتاد انه يجي ده محله، هو برضه داري يجي قريب من المدينة عشان يلقى الطاحونة، يلقى السوق، يتسوق، يقضي اغراضه، يلقى البيطري عشان ما يجد العلاج لبهايمه وكده. وبالتالي يعني الناس كلها محتاجة لبعض، محتاجين الان انه الدولة تفرض هيبتها وتنزع السلاح وتمكن الناس كله من العودة لقرام ومباشرة زراعتهم عشان ما تنفتح المراحيل والصواني، بحيث انه بيقلل الاحتكاك بين الراعي والمزارع، وبالتالي بيرجع الوضع للتبادل والتكامل بين الراعي والمزارع. نعم. فخامة ملك جريدة الملك يعقوب محمد يعقوب، أمنياتك شنو؟ أمنياتي انه نشوف السودان ده يعني مستقر، سودان حر، سودان ديمقراطي، يتراضوا فيه أبناء الشعب السوداني في أنه يحكموا أنفسهم ويتبادلوا السلطة سلميا عبر صندوق الانتخابات. أمنيتي للأهل في دارفور أنه دارفور دي يعني يجب أنه نعيد سيرة الأولى من حيث العلاقات الاجتماعية بين الناس والتكامل بين في المصالح بين الراعي والمزارع، ويجب انه الناس يعني يرجعوا لقرام ويرجعوا لمزارعهم ولبوابيم، والوضع يستقر كما كان. وانا افتكر انه دارفور عندما تستقر هي مساهم في الدخل القومي من حيث الاقتصاد، ويمكن على راسهم قريضة استقرت كطيشك هي حيكون عندها مساهمة كبيرة في الدخل القومي السوداني وفي الدخل الولاية إن شاء الله. نحن بنشكر لك فخامة الملك حسن استقبالكم وكرم ضيافتكم وسعة صدركم. نحن شاكرين ومقدرين لكم في قناة البلد، ونتمنى إنه يعني رحلتكم تكلل بنجاح، ونتمنى إنه يعني رسائلنا دي تصل وتجد الإجابة من المسؤولين في الدولة، ونسأل الله إنه يوفقنا لما فيه الخير. ويمكن أنتم شاهدتوا بأنفسكم ختام اليوم بتاع القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم، واللي بلغ الآن ختمة القرآن حوالي 400 وكسر ختمة وملايين الأدعية. ده هو إنسان قريضة، وده مجتمع قريضة. إحنا طيلة الفترة بتاعت الحرب وتكالب حتى الأصدقاء بقوا أعداء وتكالب علينا، ما حفظنا إلا هذا القرآن. نعم. اللي الناس متمسكين به إن شاء الله. ونعم بالله. شكرا جزيلا. الله يسلمك، بارك الله فيك. وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والسلام لدارفور.